تجولنا القصير مشاهدينا بين الصحف العربية لهذا اليوم خصصناه للأخبار المنوعة، والبداية من صحيفة الغد الأردنية التي نقرأ منها: الحيوانات الأليفة تعالج الأمراض النفسية. يستخدم مستشفى في مدينة مانشستر الإنجليزية حيوانات أليفة لعلاج أعراض الانفصام والاكتئاب، وتشرف على هذا البرنامج ممرضة صحة نفسية اشترت جروا لمساعدتها على التغلب على الحزن بعد وفاة والديها، وهي الآن تستخدم ذلك الجرو بعد أن بلغ من العمر 2 سنين، بالإضافة لعدد من الأرانب في عملها في المستشفى. إلى صحيفة الأيام البحرينية مشاهدين التي اخترنا منها لكم: فقدت بصرها بسبب إدمان اللعب على الهاتف. فقدت امرأة صينية بصرها جزئيا بعد قضائها يوما كاملا تمارس لعبة على هاتفها الذكي. وكانت المرأة الصينية متعلقة بشدة بلعبة شرف الملوك وتقضي ساعات طويلة في لعبها، حتى بدأت تشعر فجأة بأنها تفقد البصر جزئيا في عينها اليمنى. ومشاهدينا من صحيفة اليوم السابع المصرية نقرأ: سبيس اكس تنجح في اطلاق 10 أقمار صناعية الى الفضاء. جاء في تفاصيل الخبر: اطلقت شركة سبيس اكس الامريكية للفضاء صاروخا من ولاية كاليفورنيا الامريكية، وحمل الصاروخ 10 أقمار صناعية لمدارها الخارجي حول الارض لتعزيز شبكة اتصالات البيانات لصالح شركة امريكية. ومشاهدين صحيفة القبس الكويتية عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم: أداة لخياطة الجلود عمرها 7500 عام. عثر علماء أثار أتراك على أداة لخياطة الجلود عمرها 7500 عام في ولاية قهرمان مرعش جنوب تركيا. وقال رئيس فريق التنقيب إنهم عثروا على أداة تخريم تشبه القلم المدبب مصنوعة بالكامل من العظم تعود إلى العصر الحجري. نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الآن على يوتيوب. ليصلكم كل جديد قوموا بالضغط على زر اشتراك أو سبسكرايب، أو إن أعجبكم ذلك شاركونا تعليقاتكم، ولا تترددوا أيضا بالضغط على مشاركة أو لايك.